لم يمضي على افتتاح مطعم الوجبات السريعة هذا سوى أسبوع، لكن صاحبه أبو عماد لا يتوقف عن تلقي الطلبات من الزبائن مباشرة أو عبر الهاتف. ولد أبو عماد وعاش معظم حياته في مخيم اليرموكي في سوريا، وعندما ساءت الأوضاع الميدانية هناك عاد إلى غزة التي قرر افتتاح مشروعه فيها. البداية مشجعة الحمد لله، وأهل غزة عجبتهم الطعمة كونها شغلة جديدة يعني على غزة، تتبيلات خاصة هيك مذاقة خاص، والعجين اللي متعودين عليه هن غير العجين اللي احنا عم نشتغل. ورغم أن الرجل غادر دمشق مكرها إلا أن دمشق لم تغادر، وهو لا يزال يتمنى العودة إلى المدينة التي شهدت أجمل ذكرياته. احنا دائما يعني ذاكرتنا كلياتها مختصرة بسوريا يعني بدمشق، وعشنا بحواري دمشق وبشوارعها وناسها وأهلها، يعني متأصل فينا هذا الحكي، وإن شاء الله هيك الله يهدي بال سوريا. عمل أبو عماد مصمما للديكور في سوريا، لكن فكرة افتتاح مطعم للمأكولات السورية لاحت له في القاهرة عندما التقى بشريكه السوري مهند الذي اقتنع بالقدوم إلى غزة. صلي مقترب 10 سنوات عن سوريا، ومصلحتي الأساسية فرنت شيف طبخ شرقي وغربي، فلقيت غزة ناقصة هذا المشروع، وأنا كنت بمصر فسمعت في شيء أنه ناقصة هذا المشروع، فأجيت لحتى أحط التراث الشامي هون. ويعد صاحب مطعم الدمشقي واحدا من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين عادوا إلى القطاع وفق إحصاءات الأونروا في غزة. رغم أن المطبخ الفلسطيني يصنف عادة على أنه من ضمن المطبخ الشامي، إلا أن مذاق الأكل الشامي له مكانة خاصة لدى الغزيين، ولعل هذا ما يفسر النجاح السريع لمطعم الدمشقي هنا في مدينة غزة. سامي سهموت، كانوا عربية، قطاع غزة.